هنعمل النهاردة بس صوص مشروم، بس هنعمله بطريقة لذيذة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. عندنا هنا 2 معلقة كبيرة زبدة، 3 بصل احمر، 250 جرام مشروم شرايح بالزبدة بس، 250 جرام مشروم شرايح، وعندنا 3 فص ثوم مفروم، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة زعتر أو أوريجانو، معلقة كبيرة دقيق، مكعب مرق، 1 كوب كريمة، 2 معلقة كبيرة بقدونس، ومية حسب الحاجة. طيب الأول خليني أوريكم السامن بتاعنا خلص. شوفوا الصوص وجمالها، بصوا شايفين الصوص، بصوا سمكها رهيب، ريحتها تحفة، وتنفع كمان يا جماعة مع الفراخ، حلوة جدا. بصوا الجمال اهي. طيب عايزينها طبعا اخف من كده شوية، بتقدروا تخففوها عن كده شوية. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد انا كرملة البصل اصلا علشان نخلص المرحلة دي، لان البصل المكرمل ده عايز تقريبا نص ساعة على النار عشان يتكرمل صح، عايز له نص ساعة على النار عشان يتكرمل صح. فاحنا عندنا هنا البصل المكرمل كرملناه على نار هادية، نار هادية، وفي ناس على فكرة بيقعدوا اكتر من كده، في ناس بيسيبوه على نار هادية جدا لمدة 2 ساعة مثلا، 3 و4 كمان. المهم انا بعمله على نص ساعة على نار هادية، ما بين هادية ووسط، وبخليه في شوية زبدة وزيت وبقلبه وبس. نوصل كده لنص الطريق بروح حطاله معلقة من السكر، معلقة السكر بتساعده ان هو يكرمل زيادة. فاحنا دلوقتي كرملنا البصل بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها. طبعا المشروم ما بياخدش الوقت ده كله، فالمشروم بنحطه بعد ما بنكرمل البصل. الصوص دي بتبقى لذيذة جدا وحلوة قوي، لانها بتنفع مع حاجات كتير، يعني بتنفع مع زي ما اتفقنا اللحوم والاسماك والفراخ والبط، تطلع حلوة جدا. نحطها على المشروم ونقلب. شوية من الزعتر اللي عندنا، بابريكا، وزي ما قلنا عايزين تغمقوها عليكم بالصويا. هنحط دلوقتي البصل المكرمل، لان هي الوصفة دي مش وصفة المشروم، دي وصفة بالبصل المكرمل. الصراحة احلى حاجة معاها هي فيليه، احلى حاجة مع الصوص دي هي الفيليه. حطينا البصل المكرمل، هنحط دلوقتي الكريمة.